السلام ومرحبا بكم في الفيديو هذا اللي باش نعطيكم فيه احسن 10 بونتويات الفخر دي بن يوسف. بون انا رتبت البونتويات على حسب الجماليه، ان شاء الله نكون وفقت في الاختيار وفي الترتيب، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. التوب 10 ديساكواتي، تحذير وتصويب، والهدف الاول، الهدف الاول لفائده النادي الرياضي الصفاقسي. عمليه ممتازه وافتتاح النتيجه في توقيت 32 دقيقة لعب في هذه الفترة الثانية، وتتغير النتيجة لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. قلنا مباراة الصفاقسي والإفريقي عادة ما تكون فيها الأهداف، والهدف حاضر في هذه الآونة لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. هاي الإعادة، الكرة تتلعب بسرعة، التوزيعة من غازي شلوف، التحذير من دريسا كواتي، والتصويبة ممتازة من فخر الدين بن يوسف. 1-0 في توقيت 32 دقيقة لعب من الشوط الثاني، 77 من المباراة. التوب 9 الصفاقسي، تحذير باهي من مال الحداشي، تعود لديدي بيت، فخر الدين بن يوسف، باهي العملية، وين الهدف؟ وهدف، الهدف الأول لصالح النادي الصفاقسي عن طريق فخر الدين بن يوسف. برافو يا لوج، هدف أول السي اس اس، هدف اول السي اس اس في الدقيقة 61. فخر الدين بن يوسف من نفس المكان اللي سجل فيه الهدف تاع مباراة الذهاب، بن يوسف يضيف هدف ثاني ليه ضد الليبيد، والاول هنا في ملعب المنسى. واحد بلاش السي اس اس، فرحة كبيرة لجماهير النادي الصفاقسي. إعادة من زاوية أخرى، شوفوا بن يوسف باليسار بكل قوة. التوب 8 الكرة المقطع الثانية بالنسبة لفرجاني الساسي، على التوالي ترجع له الكرة الآن فرجاني الساسي. فرجاني الساسي لفخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف ممتازة لابراهيم البحري، ترويض بصدر يخلي الكرة للوادي والحارس يتصدى في مرة أولى، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، الهدف الثاني رغم تصدي الحارس نديم بن ثابت في مرة أولى، لكن فخر الدين بن يوسف يتابع العملية ويسجل الهدف الثاني للنادي الصفاقسي في توقيت 21 دقيقة لعب في الفترة الثانية، يعني دقيقة 66، دقيقة 66 الهدف الثاني. شوفوا الإعادة، شوفوا الترويض بالصدر من اللاعب المغربي، تسديدة أولى من عماد الويتي يتصدى الحارس، يكمل العملية فخر الدين بن يوسف. التوب 7 تعود الكرة إلى فريق حورية كوناكري في وسط الميدان، وقطع الكرة من وسيم كمون، ممتازة المراوغة من محمد علي موسى، هذه المرة ما فماش تسلل، يمشي لفخر الدين بن يوسف، والهدف الأول، الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 10 دقائق لعب. النادي الصفاقسي يفتتح النتيجة، هذه المرة فخر الدين بن يوسف يعني كان وراء المدافع ما كانش في موقع تسلل، اتمكن باش ياخذ الكرة وبمجهود فردي يغالط الحارس الدايك خديم، ويفتتح النتيجة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، هدف مقابل صفر، وفخر الدين بن يوسف يثبت انه هداف النادي الرياضي الصفاقسي في المسابقات الامريكية. اذا هدف مقابل صفر، تتغير النتيجة، وسيناريو طيب جدا للنادي الرياضي الصفاقسي في هذه المباراة. هاي الإعادة أمامكم، فخر الدين بن يوسف يجي أمامه المدافع يواصل العملية ويتمكن من التسديد. توب 6 جيفري مريم، اخوان وسيم كابور، ابراهيم الدور تحسن علاقة في هذه اللحظات، كل فريق يسمح للتهديف. بن يوسف والهدف الاول، فخر الدين بن يوسف يتحق للانفاق الهجومي في هذا اللقاء في الدقيقة 67 من المباراة. فخر الدين بن يوسف عاصفة، هذه إعادة طول ترويج بين مدافعين، فخر الدين بن يوسف عن توزيع من غازي شلوف، وفخر الدين بن يوسف طول ترويج في شباك عاصفة. التوب 5 جابريال أحمد، هذه العملية فرجاني ساسي، فخر الدين بن يوسف تاب الكورة، ما فماش تسلل، فرصة هدف للسي اس اس، الهدف الأول لصالح النادي الصفاقسي،
الهدف الاول لصالح النادي الصفاقسي عن طريق فخر الدين بن يوسف. اش كنا نحكيو؟ اش كنا نقولوا؟ كنا نقولوا ان النادي الصفاقسي باش يحاول يكسر خطه التسلل اللي قاعد يعتمدها نادي دي بي الاثيومي، وعن طريق شكون؟ فخر الدين بن يوسف وطه ياسين الخليفسي. هاو جا الهدف، جاء الهدف عن طريق فخر الدين بن يوسف. برافو يا روج، برافو يا فخر الدين، 31 دقيقة لعب، أحسن سيناريو. التوب فور. لكن علي معلول بامتياز هجوم عكس المنتخب التونسي، علي معلول فخر الدين بن يوسف ثنائي نادي سفاقسي ورايعة ويعدل على الدور لحازم إمام. لكن علي معلول بامتياز هجوم عكس المنتخب التونسي، علي معلول فخر الدين بن يوسف ثنائي نادي سفاقسي ورايعة ويعدي فخر الدين والسادة جول. هدالو هدالو فخر الدين بن يوسف، جبالو في الشباك في الشباك، هو فخر الدين حبيب الملايين شمائر الخضراء الرايعين، مع النصور لا تلف ولا تدور، منظومة تونسية عالمية، يوسف المساكري في البداية، فخر الدين في النهاية. توب ثري. المراوغة بالحارس والهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح النادي الصفاقسي، 3-0. الهدف الثالث في 44 دقيقة، يعني دقيقة 89، النادي الصفاقسي يثلث النتيجة عن طريق فخر الدين بن يوسف بعد هجوم معاكس. هذه المساحات اللي قلت عليها منذ قليل اللي باش يتركها المستقبل النادي بالبرسا، ويستغلها فخر الدين بن يوسف، يراوغ الحارس يوسف الترابلسي، وهذه المرة لا يخطئ الشباك. التوب 2. خطيرة الكرة هذه، خطيرة، اوبا با با با، جول جول فخر الدين بن يوسف ببراعة، من اروع ما يكون. لم يشاهد شيئا شريف اكرامي، كيف تشاهد يا شريف اكرامي صاروخ يمر عليك بهذا الشكل، استلام باليمنى، التسديدة بوم باليسرى على يسار الحارس، هدف من اروع ما يكون، الثاني للنادي الصفاقسي بسبع ارواح يعود في المباراة قبل نهايتها ب 12 دقيقة، يشعل اللقاء مجددا 3-2. 20 حمزة العقربي افتك الكرة في رجلي ساسي، هذه قوة هذا اللاعب في الصعود بالكرة واسترجاع الكرة في وسط الميدان، وتلبى الكرة من فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف والمحاولة الفنية. اي نعم، هذه التوب 1 اللي انا ريتو احسن هدف عند فخر الدين بن يوسف، نعود نشوفوه، شوفوا الجميلية واستمتعوا بالهدف. والكلاسيكو رقم 120 حمزة العقربي افتك الكرة في رجلي ساسي، هذه قوة هذا اللاعب في الصعود بالكرة واسترجاع الكرة في وسط الميدان، وتلبى الكرة من فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف والمحاولة الفنية، وهدف رائع، هدف رائع لفخر الدين بن يوسف، ممتاز فخر الدين بن يوسف، هدف ثاني على الطريقة الأوروبية، هدف من طراز عالمي لفخر الدين بن يوسف، تأكيد المواهب الكبيرة لهذا اللاعب، هدف ثاني رائع ممتاز لفخر الدين بن يوسف، واستغلال التقدم النسبي للحارس عاطف الدخيلي، والامكانيات الواعدة والمواهب والامكانيات العريضة لفخر الدين بن يوسف في التسجيل، الصعود للفرجاني ساسي، استرجاع الكرة في وسط الميدان، والفيستا والرؤية الممتازة لفخر الدين بن يوسف في وضع الكرة في مكان صعب على الحارس عاطف الدخيلي. هذه التوبتين متاع فخر الدين بن يوسف، واللي تحصل على الكرة الذهبية التونسية لعام 2013-2014. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، نعرف اللي انا مازلت ديبيتون، مازلت مبتدئ، ما عنديش اكسبيريونس، اما ان شاء الله في الايام الجاية وبمرور الزمن متكم فيديوهات في وضعيات احسن من هكا، وان شاء الله متلقوا مني كان خير.